خطر الإصابة بأمراض الأنف. أهم حاجة الحياة الصحية، الأكل المظبوط، ممارسة الرياضة، الحفاظ على وزن مثالي. الحاجة الثانية المهمة إن الكشف المبكر، مهم جدا إن السيدات لما تبتدي تشعر بأعراض غير طبيعية زي الإرهاق والتعب وضيق النفس والدوخة إن هي تراجع دكتور متخصص عشان يقيم الوضع ده ويقيم حالتها الصحية ويوجهها التوجيه الصحيح، لأن الأعراض أمراض القلب بتظهر بصورة مختلفة شوية في السيدات عنها في الرجال، فالكشف المبكر شيء مهم جدا. أعراض قصور القلب تاني؟ العرض النموذجي هو آلام الصدر. العرض النموذجي الشهير عند الناس هو حدوث ألم بمنطقة الصدر وضيق في النفس، لكن في أعراض تانية يمكن مش مشهورة لكنها بتحصل بنسبة كبيرة، تقريبا من 40-50% من المرضى قد يشعروا بيها، زي الدوخة أو الزغللة أو الإحساس بالإجهاد أو الإرهاق. الأعراض دي صحيح ما هياش شهيرة أو مشهورة لكنها بتحصل في جزء كبير جدا من المرضى من الرجال ومن السيدات. يعني إيه هو الدور اللي بيلعبه الكوليسترول في أمراض القلب والأوعية؟ الكوليسترول لاعب رئيسي في حدوث مشاكل الشرايين عامة، التاجية والدماغية والطرفية، لأن اختلال صورة الكوليسترول أو نوعية الكوليسترول ده اللي بيؤدي إلى حدوث ترسبات داخل الشرايين اللي بتتطور في النهاية لحدوث مشكلات في القلب أو الجلطات الدماغية أو مشاكل الشرايين الطرفية. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. العافية.